ميكستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. اللبسة والألوان فما انفلونس افريكان شوية في الموضوع. اي كبرت معاهم، ما ميغ امي جاي من مالي وانا كبرت معاها، ديما حداها ناكل المافيل وياسال وساكا ساكا دي بلا دو شيزو، ويعجبوني على الاخر، خاصة امها كل ما تحكي نبدا نصنت ونسجل باش نجم نقلدها. واي سي فاتي دير كالك شوز تي سي لي سارابلا اي سون با تري سانتي والله بي لاي ديفان توا اي تي دي تي مون فري، مي سي تي فيت ماري ان كالكان دي سا فامي جامي اي فا تي ليسي والله بي لاي. كبرت معاه الكلام هذاك كنت تسمعه وانت صغيرة، شكون تخمم فيه؟ كيفاش كنت تاخذه برومي دوغري ولا تخمم في الموضوع بالكدا؟ ليه معناها جوست عجبني قعدت نخمم فيه ونسمع فيه، وساعات نبدا نقلدها وصاحبتي تضرب فيها تقول لي اغيت ديميتي ما ميغ اغيت، جوز نو مي سي درول والله سي درول. اي دونك معناها كبرت معاهم وليت نقلد فيهم بشوي بشوي من غير ما نشعر. نشعر سازدي نشعري نشعري جوك بي جوك سامحني صحت نغلط ماشي جوك بي. اي دونك تغرمت بيهم وتغرمت بلبستهم، والحاجه اللي عجبتني وسي سك انا وقت لبست الفولار قلت شكون مازال باش يجي يتفرج عليا سور سين؟ مستحيل حد ما بيجي يتفرج عليا. دونك خاطر في فرنسا فما برشا عنصريه وما يحبوناش، وخاصه واحد كي يلبس خمار عادي امبوسيبل باش يجيو يتفرجوا عليه. دونك لقيت كيفاش نلبسه بطريقه اخرى باش ما يشلقوش بيا، عندي مون بوتي كول رولي، عندي مون بوتي فولار ديسكريتمون فان فاسون افريكان، اي العباد ما يعرفوش. دونك في مسرحيتي في النص ساعه الاولى ما نحكيش على الفولار، نحكي على برشا حاجات ما نحكيش على الفولار، ومن بعد النص ساعه نكمل نحكي لهم نقول لهم بون بان سكو جو بورت سور لا تيت راهو سي ان فولار دو فام مسلمان، مي سي ترو تار ما تشينش ما يفصعوا خاطر ولاو يحبوني دخلت في قلوب. دونك انت عديت عليهم شوي. اي بالطبيعه جربي اش بيك. فما برشا ما بين الكلام اللي يتقال سورتو بارابور توانسه اللي يعيشوا خارج تونس، بون برشا سورتو زاده في فرنسا، اللي يقول لك انه العنصريه سورتو ماشيه وتكبر، خاصه كي ولات فيها موضوع دين ساعات تجبدوا افيك لي زاتاك اللي يصيروا و و و و و كيفاش ينجموا العباد يسونسوخت؟ لانه معناها اسو بوان هذايا عايشينه كل يوم في العيشه نتاع كل يوم، والا لا فما جوست ديزيفينمون اللي ساعات يصيروا هما كي ديكلونش. لا لا هذيك تصير ديما مشكله، وكل مره وقت فما ان ايفينمون تزيد تتقوى، من بعد تطفى ومن بعد تعاود تتقوى. يا فات شنو الحكايه؟ الحقيقه اذا تشوف شنو الحقيقه، كل مره وقت فما مشكله وين ما يلقولهاش حل، مثلا توا الطب سي لا ميزير، القرايه سي لا ميزير، فما اون ديريكتريس ديكول قتلت روحها خاطر ان نون با لي مويان باش يقراو الكلام ذا كيما يحبوا. حسيت فما برشا حاجات داخلين في حيط من هكا حكايه لي جيلي جون توا مازال يديفيل دون لا ريو وحد ما يحكي عليهم. اي بان شنو يعمل الحاكم ولي ميديا؟ يقولوا شفت هذه لابسه الحجاب وما عندهاش الحق، باش يبدلوا الموضوع وباش الفرنسيسي ولاو يتلهوا بالخيمه وما يتلهوش بالحكايه الصحاح. C'est une façon de détourner l'attention. وانا بالحق تعبت. صاروا لك مواقف في علاقه بالموضوع هذاك، خصوصا في علاقه بالحجاب؟ فما مره ما خلوكش تدخل بار اكزومبل بلاصه؟ لا مش ما خلونيش ندخل، اما كل مره تصير فازه وفما شكون يرمي لك كلمه. مره مثلا كنت في التران وفما غريف دو تران، وكلنا معناها كوم دي بود كوم دون اون بود دو ساردين، مره بحذايا قاعده نحكي وانا وياها، قلت لها فريمون سي ان فاسون دو نو بروندر ان اوتاج، معناها كي نحوا لي تران نقعدوا واقفين هكاكا وباش نمشوا الخدمه ما نجموش. بعد فما عزوزه تلفتت قالت لي سي با سا اون بريز دوتاج، لا باردون، قالت لي سي با سا اون بريز دوتاج، مش هيك بريز دوتاج. قلت لها وي بتات عندك الحق، الكلمه اللي استعملتها بتات ماهيش في الكونتكست نتاعها. قالت لي وي انت ما كنتيش في الباتاكلون. Oh là là. وجيت باش نقول لها اي توا نون بلو، اي سي دوماج اللي ما كنتيش في الباتاكلون، كان راهو ارتحنا من منظرك. مي لو بروبليم سي كو اهلي ربوني بالكدا، دونك ما كنتيش نرد لها، اون بليس مراه كبيره ودو توت فاسون ما خلتليش الفرصه، رمت لي الكلمه وخرجت. وتعرف شويه رد معها هابطت، خاطر شنو ذنبي انا يا مدام؟ ني انا ما كنت في الباتاكلون، ني خوالي ني عمومتي ني حتى حد اللي نعرفه. فهمت كيفاش؟ معناها تحس بيها. وما نتمناو حتى واحد يكون موجود في الباتاكلون ولا الاحداث هذوكم انه يتعرض. هي تستاهل ان بو، عادش غيكال، سي بون شوي موغيست. اوكي، لا خاطر كون تحكي سيريوس شويه سخنت مع الموضوع. لا 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 لا، جو سوي موغيست، سي اون فان راهو نفدك، جامي دو لا في. مومن صالح ما ينجمش يمن معناها يحب الموت نتاع حد واحد اخر.